يتحرك من الوسط، عايز يهرب كمان من ناحية الخط، وادي نجح ونجح وعايز يلعبها في المرمى، وهدف جميل. لسه بقول له والله استنى شوية، ولكن سدد على المرمى في لحظة توقع على طول، وتقدم كميني، هدف جميل، حلوة 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 من طارق السيد، حلوة جميلة، ادي الاختراق على طول والتحرر من المركزية، اللامركزية والمركزية كده في الاماكن، على طول طارق السيد يستلم الكورة وبيدخل لوسط الملعب وبيلعب وان تو على طول، واتصلحت له، قدر يهرب من الرقابة بطريقة بقى ايه، بطريقة الاختراق من الشمال لوسط الملعب على طول لمحاولات. شوفوا ادي عبد الحليم علي، ادي عبد الحليم ولعب على طول لطارق السيد، ادي طارق ولعب على طول في المرمى، شايف تماما كميني متقدم، وهدف التقدم على طول في الدقيقة 27، هدف جميل، حلوة 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 حلوة، من اجمل الاهداف اللي شفتها بصراحة طارق السيد. ادي طارق وتقدم وفرح الجماهير نادي الزمالك، ادي بنشوفها مره ثانيه، ومن لمسه واحده حلوه، الفكر العالي كده والنضج الكروي لطارق السيد في الكره اللي فاتت. مجدي عبد العاطي ومانو، طارق السيد على التنفيذ، قريب منه وائل الاباني، شوف يسدد ازاي طارق السيد من هنا. موقف ثبات بالنسبه للاعبي انبي والحارس مصطفى كمان، وطارق حلوه، جول طارق السيد، الله عليه، تسلم رجليك يا طارق. خطأ من مصطفى كمال، انطلق طارق السيد، بص شاف، سدد، صوب، سجل هدف لنادي الزمالك، هدف يتقدم بيه نادي الزمالك على انبي من تسديده لطارق السيد. رجليك يا طارق، بص شوف طارق السيد بيعمل ايه، سدد من مسافه 24 25 يارده بالقدم اليسرى، تسكن الشباك، والدقيقه 24 تشهد الهدف الاول لنادي الزمالك بالقدم اليسرى لواحد من اصحاب الخبره الظهير الايسر طارق السيد. رفع معنويات جمهوره، استعاد الثقه في الدقيقه 24 لنادي الزمالك والجمهور ايضا والاعضاء والمسؤولين والمحبين. طارق اتلعبت على الارض وسيارة المجد عطوة لطارق السيد، طارق تسديده عملها النجم طارق السيد، وهدف تاني، هدفين لطارق السيد في اقل من 4 دقايق. تسلم رجليك، تسلم ايديك، تسلم عينيك، ده لسان حال نادي الزمالك وجمهوره للنجم طارق السيد. الاهداف الجميله دي اللي شفناها لنجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك طارق السيد. طارق السيد الحقيقه بدا في مرحله صغيره جدا، بدا في الفريق الاول في وقت كان فيه اسماء كبيره جدا، وكان فيه فريق الاحلام، يعني بفتكر منهم اسماعيل يوسف، احمد الكاس، خالد الغندور، اشرف قاسم، ايمن منصور، اسماعيل يوسف، كم كبير جدا من النجوم وكلها اسماء كبيره جدا، لكن قدر ان هو يحفر لنفسه مكانه. ومين كان اللي اكتشفه وحس فيه بالموهبه؟ كان رود كرول مدير الفني الهولندي طبعا، اللي هو دلوقتي مسؤول عن النادي الصفاقسي. المهم انه الكابتن طارق السيد نجح في مركز الظهير الايسر، ودخل منتخب مصر وشارك في 4 بطولات للامم الافريقيه، وكان اهم ما يميزه انه كان لاعب هداف. يعني لما جينا حتى كده ندور على اهداف لطارق السيد لقينا حوالي 20 جول رغم انه كان ظهير ايسر، ودي بتكون نادره جدا لاي حد بيلعب في مركز الظهير. النهارده بيشرفنا في فقره النجم في صباح الرياضه كابتن طارق السعيد. صباح الخير كابتن طارق. صباح النور استاذ امين. صباح الخير ابن بني مزار في المنيا، عاوز المنيا طبعا لوجودي معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله تبقى حلقه جميله ان شاء الله. وحشنا طارق ان شاء الله. الله يخليك. بس والله نورتنا. يعني طارق قال حاجه في بدايه الحلقه كده، ان انت بقالك تقريبا 5 سنين ما جيتش القناه. عشان كده بقول طلب انا طلب معاكم النهارده. يعني احنا اللي اسعد والله كابتن. هو اللي فعلا ان انا كنت غايب بقالي فتره، حكى لطارق شويه، بعدها بطلت كوره على طول. في اخر سنه سافرت المنيا، قعدت هناك بتاع 3 سنين ورا بعض. قعدت في بني مزار. طب احنا خلينا نرجع من الاول عشان نبقى ماشيين بالتدريج. من اول بني مزار، انت من مواليد مدينه بني مزار في المنيا. وعلاقتك بالكره ابتدت ازاي؟ هو العلاقه في الكره ابتدت هنا في فيصل. انا ابتديت مع الـ في لعب الكره في الشارع عادي، عيل صغير بيلعب كره في الشارع. اهالي المنطقه كلهم، مفيش حد في العيله عندكم كان لاعب كره قديمه؟ لا 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 لا، محدش خالص. اهالي المنطقه كلهم بداوا يتكلموا، والدي لما يشوفوني مره واثنين وثلاثه، يا عم سيد ابنك لعيب كويس قوي، وابنك ممكن يبقى موهبه، ممكن يبقى مستقبل، ممكن
فابويا مش مصدق. بس اللي كان بيشجعك ما بيعرضش مين؟ الوالد. لا الوالد لا، ما هو ما كانش مصدق ان انا ان انا فعلا بعرف العب كوره. بيسمع وخلاص، بيسمع من الناس من اهل المنطقه. وبعد كده بدا بقى يجتهد ان هو ايه، من كتر الكلام ان طارق ده ممكن يبقى حاجه كويسه، بدا بقى ياخدني نادي الزمالك. كان زملكاوي ولا اهلاوي؟ ابويا زملكاوي جدا. كان زملكاوي. ابويا زملكاوي جدا من هو من وانا قد كده يعني. انا طلعت من هو في المنيا ولا لما كنتوا عايشين؟ لا من هنا. من هنا قصدي، في المنيا من ساعه ما اتولد هو زملكاوي. طلع بيحب الكابتن حمد، كان بيروح ماتشات احيانا. بيحب الكابتن حمد امام، الكابتن عمر النور. كان عندنا زمان جيل الستينات، عندنا زمان في الـ في الـ في, الـ في المنيا كانت الامكانيات كان في تلفزيون، كان اقرب تلفزيون عندنا في المنيا مثلا على بعد بتاع في المدينه 3 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو. تمشي عشان تروح تشوف ماتش، يروح يتفرج ماتش الزمالك على الكابتن حماده، الكابتن عمر، الناس الجيل القديم المحترم. وزرع فيها الحته دي يعني. هو حتى وانا صغير قبل ما اروح نادي الزمالك خالص كان بياخدني ماتشات الزمالك، اروح اتفرج في الاستاد. تيجوا من المنيا؟ لا احنا لينا بيت هنا. احنا لينا اقامه هنا بس على علاقه قويه بالبلد. متواجد في المنيا على طول، واهلي. وحاليا هو الوقت عايش في المنيا على طول، ما بينزلش القاهره خالص. هو والحاج يعني ربنا يخليهم يا رب. ربنا يخليهم. فبدا بقى هو بقى ايه يحب يعني، يعني لما لقاني فعلا في موهبه وفي ابتدى يشجعك. بدا يشجع بقى. وبدا كنت محظوظ ان الوالد شجعك. ده في نجوم كتير جدا لما حكوا يقول لك كانوا رافضين. وكنت بطلع العب كوره بالصدفه ومره مش عارف يعني. انت فاكر محمد؟ والدي كان بيعمل حاجه صارت غريبه جدا. كان يبقى صاحي الصبح الساعه 6 الصبح والاقيه عامل لي صحيني الصبح الساعه 6 وانا رايح مدرسه او انا كده شوب اللبن الكبير عشان كنت هو ذات نفسه لوحده. الوالده ما كانتش بتحب الكوره بقى ولا ايه؟ لا الوالده كانت يعني ايه مش محبه بس هي مش مهتمه ست اريفيه بسيطه، الناس البسيطه جدا اللي هم مش مالها بقى الطيبين اللي هم انما طبعا لما بدات اتطرق في النادي ابتدت تتفرج وتهتم. كانت بتاخدني توديني، هي اللي كانت توديني النادي. وهي كانت انت دخلت النادي عمرك كام سنه؟ 89. 89 يعني 11 سنه. 11 سنه بالظبط. مواليد 78 يا كابتن؟ 78. 78 مظبوط. ابتديت اختبارات، كان الله يرحمه ويحسن ايديه كمين كابتن علي شرف ابو الاشبال في نادي الزمالك. ويمكن كان من ضمن الحاجات الجميله اللي هي مرتبطه برضه بالحاج شويه في الموضوع ده، كان يشوفها معايا في التمرين ولا حاجه، مودياني ولا حاجه، يا حاج اجل ابنك سبانخ، اكلي رز، اكلي كان جسمك صغير قوي جدا. انا كنت قد كده يعني. لقب الكناريا ده جه امتى بالظبط؟ كان الكابتن مدحت شلبي في ماتش في التعليق يعني، جه من التعليق في الاخر يعني. لكن ما كانش فيه لقب كده قوي. لقب العصفوره وانا صغير. العصفوره وانت جسمه صغير قوي وسريع جدا. كان لقبك وانت في الناشئين العصفوره. العصفوره اللي هو ايه، اللي هو بتطير على طول سريعه جدا. بس في مدربين يا طارق ما يحبش الجسم الصغير او التكوين البسيط، مؤمن جدا انه اللاعب المميز لازم يكون لاعب جامد في المركز. دي يعني نظريه عند ناس كتير خاصه الباكات. والله قسيت منه. تعبت جدا 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 في الموضوع ده وعانيت معاناه غير طبيعيه. انا ما كانش في مدرب بيجي نادي الزمالك يعني. انا اقول لك على موقف قبل الفريق الاول. لا في الناشئين كنت انا عندي 15 سنه. كان مدرب كنت باك ليفت برضه. كنت باكل بدات على طول ظهير ايسر. الاثنين يعني كنت بلعب الاثنين. انا وطارق السعيد كنا مع بعض على طول في الناشئين حتى مع بعض. فكنت انا مره باك ليفت، هو باك ليفت، انا هاف ليفت. يعني ايه في شمال بس انا الاساس في الاساس انا باك ليفت يعني بلعبها. فكان الكابتن علي شرف الله يرحمه ويحسن ايديه موجود معانا. وكان عندنا الكابتن احمد مصطفى برده كان مدير قطاع ناشئين. طبعا. كان في سن 15 سنه بالظبط يا استاذ. عملوا حاجة اسمها بطولة الجمهورية، وكانت أول سنة يتعمل فيها بطولة الجمهورية دي. على مستوى الجمهورية. ف جيت أنا كان جسمي صغير جدا والمدرب اللي ماسك الفرقة بدون ذكر أسماء يعني ما كانش عايز يحطني في الفرقة خالص. يعني ما أيدنيش بالفعل في النادي بسبب حتة الجسم الصغير. أنت بتفكرني بالكابتن مشير حنفي، لأنه كان ضيفنا يوم جمعة برضه كان بيعاني من نفس المشكلة. وكان كل مدير فني فاكر يا طارق كان يجي يقول له القصه الغريبه جدا. يقول لك لا انا مش عايزك ويثبت نفسه. ده في قصه غريبه جدا في الموضوع ده. كابتن احمد مصطفى والكابتن علي شرف اصروا ان يعملوا فرقه 15 سنه تاني دوري جيزه عشان طارق السيد ما يمشيش. طب والمدرب هو المسؤول عن الفريق خلاص استبعدك؟ مش عايز طارق السيد في الفرقه. هو المدرب ده مهاجم؟ ايه المدرب ده مهاجم؟ لا عايز يعرف اسمه. لا اعرفه يعني طبعا سهل يعني مفيش مشكله. جه الكابتن احمد مصطفى والكابتن علي شرف ربنا يدي الصحه للكابتن احمد والله يرحم الكابتن علي. عملوا فرقه 15 سنه مخصوص ولعبت دوري جيزه
وبعديها حوالي بتاع بالظبط شهرين في بطوله الجيزه دي طلبني المدرب اللي هو بتاع 15 سنه قالك عايزك ولعبني اساسي. طب جميل بعدين. جدا في الفريق الاول كان اي مدرب بيجي يا اسطوري اي مدرب بيجي نادي الزمالك اجنبي او مصري عشان طارق السيد ياخد مكانه لازم بيقعد يتمرن معاه شهرين ويموت نفسه عشان بسبب حته الجسم. طب انت بدايتك يعني خلاص احنا تابعنا ان انت كنت في الناشئين وان انت كان الجيل بتاعك في طارق السعيد وبعد كده في طبعا عبد الواحد السيد وفي ايمن عبد العزيز مجموعه رائعه الحقيقه. لكن انت بدايتك بقى اللي صعدك فريق اول واللي كان مقتنع بيك جدا رود كرول، فاكر انت المرحله دي؟ اكيد احنا احنا ابتدينا الاول مع مستر كرول، كان الكابتن فاروق السيد والكابتن محمود الخواجه ماسكين الفرقه مع مستر كرول في اللي هي في سنه 97. جه الراجل بدا يعمل احلال وتجديد في الفرقه من الجيل الكبير الله يديهم الصحه، الكابتن اسماعيل يوسف، الكابتن اشرف قاسم، الكابتن عصام مرعي، الكابتن كاس، كان احمد الكاس قبليكم، كان الكابتن احمد الكاس، كان قاسي سعيد موجود، كان محمد ايمن منصور، خالد الغندور، كان الجيل اللي هو عمل تاريخ وعمل بطولات كويسه برضو الجيل الكبير. فاحنا جيم ساركرول في 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 97 كابتن محمود خواجه والكابتن كابتن فاروق سيد اتكلموا مع الراجل وقالوا له احنا عندنا نماذج صغيره بدا يصعد، اول واحد طلع ايمن عبد العزيز وبعد كده سيد حنفي بعد كده طارق السيد طارق السعيد وبعد كده طارق السيد وكملنا بقى. قعدنا طارق احنا تعبنا جدا في الفتره دي، كانت فتره معاناه. كرول لما شاف جسمك برضو كده ما اقتنعش بيك في الاول، قال ايه ده الراجل ده اقتنع من اول ما شافك على طول رغم ان جسمك صغير بس هو كان بيحب لعبه الكوره واحنا كنا متعودين واحنا بيحب لعب الكوره اللي عنده مهارات اللي عنده تكتيك. تعبنا واجتهدنا جامد جدا في الفتره دي لان احنا كنا نفسنا نادي الزمالك كان بقاله برضو بتاع 5 سنين ما بياخدش بطولات في الفتره دي واحنا الجيل اللي طالع هيشيل الرايه لمده مثلا 10 سنين تاني. فكانت البدايه بتاعتنا صعبه جدا خاصه كمان ان ايه ان كرول جه في وقت يعني فعلا كان صعب مرحله صعبه يعني انت بتغير جيل من جيل لجيل تاني خالص واسماء صغيره لسه احنا طالعين وما عندناش الخبره ان احنا بس طبعا الاحتكاك الجامد والماتشات. اول مباراه كانت ايه لعبتها؟ كانت اسوان في اسوان 2-2 مباراه الزمالك واسوان في اسوان في رمضان والساعه 2 الظهر في اسوان قال لك هتلعب المباراه دي ولعبني اساس الماتش